الآن موعدنا مع آخر أخبار المال والأعمال وليلى عمر تصحبنا في الأخبار الاقتصادية. ليلى شكرا لك محمد. شكرا أدا. ونتحول لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ الشرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر نوفمبر الماضي بإجمالي حمولات بلغ 3,682,798 طنا كطاقة محققة، وعدد حاويات بلغ 334,463 حاوية مكافئة من خلال استقبال 218 سفينة متنوعة خلال الشهر هذا. وتعمل الهيئة دائما على تطوير الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة وجذب الخطوط الملاحية العالمية، مما يعظم من الإيرادات وجذب الاستثمارات المختلفة للمنطقة الاقتصادية وموانئها. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط 2% بدفعة من توقعات بانخفاض في إمدادات الخام الروسي، ما ساعد على تخطي أثر مخاوف من تلقي الطلب على الوقود في الولايات المتحدة لضربة بسبب عاصفة شتوية وشيكة، مما أضر بخطط السفر في موسم العطلات. وارتفعت العقود الآجلة خام برنت بنسبة 1.7% إلى 82.38 دولار، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2% وذلك إلى 78.98 دولارا، كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.74% لتصل إلى 3.18 دولار للتر. في المقابل انخفضت أسعار الغاز الطبيعي وذلك بنسبة 2.14% لتسجل 4.89 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. شهد إنفاق المستهلكين الأمريكيين ارتفاعا طفيفا في نوفمبر الماضي بينما تباطأ التضخم أكثر، وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي زاد بنسبة 1% بعد زيادة معدلة بالرفع وذلك إلى نسبة 9% في أكتوبر الماضي بدلا من 8% كما تم الإعلان من قبل. We'll be right back.
المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض وسط تعاملات متقلبة بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم وصل التباطؤ. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 2% بينما هبط المؤشر ستاندرد أند بولز 0.9%، في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 0.37%. أغلقت بورصتا الإمارات على تراجع لتقتفي أثر الأسهم العالمية بعد أن أظهرت البيانات قوة الاقتصاد الأمريكي، مما قد يدفع المركزي هناك للإبقاء على مسار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول لكبح التضخم. وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.2%، بينما هبط مؤشر أبو ظبي 0.1%، ليواصل التراجع للجلسة الرابعة على التوالي. ختام وقفتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لأدا ومحمد لاستكمال النشرة. إليكما. شكرا لك يا ليلى.